تعد الأسوار الطينية سمة من سمات الريف التهامي وتضفي مظهرا جماليا للعشش التهامية، وتتميز بطابع فريد وقوة في مقاومة عوامل التعرئة. تمتلك تهامة إرثا حضاريا زاخرا ضاربا بجذوره في أعماق التاريخ. فهنا في تهامة كل شيء تراه يأسرك منذ الوهلة الأولى، لا سيما لدى زيارتك لريفها المفعم بالحياة والنابض بالحب والعطاء. ولعل من أكثر ما يميزها هذه المنازل والأسوار الطينية البسيطة. هذا تراثنا يا أخي، تراثنا في تهامة، يعني توارثنا إن الآباء والأجداد. احنا عرفنا انفسنا واباءنا تقريبا عرفوا انفسهم ونشأوا في هذه الاطيال. طبعا عندنا الاشيش هذه والله بالنسبه لها ان عاده ان احسن من الغرف اللي الان نسويها الشعبيه او بناء مسلح. الاسباب لان الاشيش هذه جوها بارد. شوف في هذه الايام الحاره الان الذي لا تستطيع تدخل في غرفه الا اذا كان فيها مروحه ولا مكيف. طبعا احنا لا جميع الخدمات ما عندنا ولا شيء منها، طيب ناقصه جدا جدا. الآن نفضل أن تكون، يا ليت أن تكون أشياء أحسن من الغرفة. الأشياء تدخل فيها جوها بارد، باطنها جوها بارد، في أيام الحر تكون داخلها برود، لكن في أيام البرد تكون داخلها كنانة، يعني حرارة شوية تشعر بنفسك أنك مكتن فيها من البرد. من ناحية أخرى وبعيدا عن الجانب المثالي، تعد قضية انعدام الخدمات كالكهرباء وغيرها في كثير من قرى وعزل تهامة إحدى الأسباب الأساسية لتفضيل هذا النمط من البناء. وما يرجوه الناس هو التفات المعنيين إلى معاناتهم وتحسين الخدمات والمشاريع فيما يتعلق بالبنية التحتية لمديرياتهم بشكل عام. نرجو من الله ثم من المسؤولين عندنا والمقيمين على أمور هذه الناس وظروفها إن يلفتوا لفتة نظر، وخاصة إلى المناطق عندنا والقرى هذه، قرية الجوابر وما شابه، أو قرية الجوابر الخوادم الشاشم الكل تقريبا حول 4 قرى، يعني هذه محرومة، لا فيها أي مادة ولا إعانة، لا من منظمة ولا من إنسانية ولا من قبيلي ولا من قريب ولا من وظائف ولا شيء. مظلومين ومحرومين. نرجو من الجهة المعنية إن يعني تأمل الجهد. آية في الجمال والإبداع يتمثل في هذه الأسوار والعشش التي يصنعها الإنسان اليمني ويتوارثها عبر الأجيال لتتلائم مع طبيعة المناخ في تهامة. والزائر لها سيدرك جيدا الفرق بين الغرف المبنية من البلوك أو الخرسانة المسلحة وهذه العشش والأسوار الطبيعية من حيث اختزالها للبرودة بعكس الأخرى التي تسمع لها شهيقا وهي تفور خصوصا في هذه الأيام.